الأستاذة سناء بلخو والفنان والخطاط جميل ندالي. Monsieur Docteur Tomek Alou, tous les membres sont là. أنا ممتن لجمعية الكرامة على هذه البادرة الطيبة اللي هي تكريم ديال إنسان اللي تقوم بواجب دياله في حقيقة، واجب وطني، واجب اجتماعي. أعتبر على أنه هذا التكريم هو تكريم لكل الجمعيات التي أقوم بتدبيرها، يعني الجمعية الخيرية الإسلامية بقنيطرة، جمعية الكرامة الأشخاص ذويات الإعاقة، جمعية سند العمل الاجتماعي، جمعية المحافظة على القرآن والسنة النبوية، وكذلك جمعية مهرجان قنيطرة. كل هذه الجمعيات في الحقيقة أنا لست بفاعل وحيد ولا وحداني، أنا إنسان تنسق ما بين مجموعات لتقوم بواحد العمل اللي هو لا بأس به، يعني عمل اجتماعي وجمعوي. فهذا التكريم هذا أنا أعتبره تكريم لكل الطواقم ديال هذه الجمعيات، بل أكثر من هذا أعتبره تكريم للمجتمع المدني بصفة عامة. سعدت كذلك بأن نائب رئيس المجلس البلدي يعني خبر على انه سيكون واحد من المؤسسات الثقافية ستحمل اسمي، وهذا شرف لي وشرف لمدينة قنيطرة بصفة عامة. الحدث ديال اليوم كيخص واحد الشخص اللي من المؤسسين الاوائل ديال الجمعية واللي ساهم بس توصل فين وصلت له اليوم. وهذا السيد ما عندوش هذا الصيت في الجمعية ديال الكرامة، فهو من الناس اللي قدموا الكثير للجمعية الخيرية، جمعية الفتاة والجمعية ديال المسنين. الصلة ديالي به يعني عندنا علاقة ديال 65 عام ديال الصحبة اللي لقاتنا في الدراسة ولقاتنا في الحياة ديالنا العائلية وكذلك في الحياة الجمعوية. توفيق الحلو اللي كنكرموه اليوم بهذه المناسبة هذه، فهو صراحة واحد السيد ليعتبر قمة ومدرسة في العمل الاجتماعي، فهو رئيس الجمعية وهو الربان ديال هذه الجمعية. يعني بطبيعة الحال كاين أعضاء ديال المكتب اللي كيجدوا يجتهدوا جزاهم الله خيرا، ولكن تبارك الله الدكتور توفيق الحلو كرئيس له واحد النظرة ثاقبة وعنده تجربة كبيرة، فبفضله الحمد لله استطعنا باش نحصلوا على هذا المركز الجهوي بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبما أن جهة الغرب تتفتقر لمثل هذه المراكز بحكم أن كاين غير مستشفى واحد اللي كيعالج هاد الأشخاص المعاقين، فهاد المركز الجهوي اللي تابع لجمعية الكرامة الحمد لله تيحل تيشد هاد الخصاص اللي كاين في مجال علاج الأشخاص المعاقين في وضعية إعاقة.